عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم؟ احنا متابعين في الدنيا، يا رب تكونوا في احسن حال واحسن صحة يا رب العالمين. النهارده هنعمل مع بعض الكحك. كل سنة وانتم طيبين. عندنا هنا كيلو دقيق، وعندنا هنا سمسم 3 معالق سمسم، بيكنج باودر، فانيليا، عجوة، هنا معلقة سكر ومعلقة خميرة كبيرة، كوباية لبن، نص كيلو زبدة، ريحة الكحك. احنا عندنا هنا مسمينها توابل اللي هي المعمول. هنعمل حاجة، نعملها هنعمل الخميرة عشان تخمر معانا قبل ما نخلص بقية الحديد. هنا عندنا الخميرة مع السكر، نحطهم كده. هنا حطينا من نص كوباية مية دافية على الخميرة والسكر، وهنغطيه على جنب لغاية ما تتفاعل مع بعض. ادي أول خطوة نعملها. بعد كده احنا هنا نجيب اول حاجه رشه ملح على الدقيق، ده كيلو دقيق، وهنا معلقه بيكنج باودر، معلقه بيكنج باودر كده، وهنحط ريحه الكحك. وهنحط هنا ريحه الكحك دي اهي كده. انا عندي النوع ده اللي هو اسناد بتاع المعمول. هنقلب كل الجافة مع بعض. بسم الله الرحمن الرحيم، بالشكل ده كده. كده وهنحفر حفرة كده ونحط فيها السمسم بالشكل ده كده. هناخد بقى نص كيلو زبدة هنقدحه على النار، رشة فانيليا كده صغيرة، كتيرها حلوة قوي للكحك. وهننزل السمنة، قدحناها اهو بسم الله بالشكل ده كده. هنقلب بقى الزبده كده بالدقيق، باي ملعقه خشب عندك او سيليكون بالشكل ده كده. ريحه الزبده روعه، ممكن تعمليه بسمنه عادي. الكحك ده بقى عطيت امهاتنا. كل سنة وانتم طيبين يا رب يا حبايبي. وهنبس فيه لمدة 10 دقايق او ربع ساعة. انا بس عشان بتاع سخنة الزبدة بالشكل ده كده. بقى الكحك كده ندخل كده كل الزبدة كده في الدقيق كده بالشكل ده. الريحة جميلة ما شاء الله. ممكن تعملي كل المقادير دي كلها على البارد عادي، حطي الزبدة على البارد. شايفين الجمال حلو ازاي في الايد، بتتفرك بسرعة ازاي. طريقة سهلة وبسيطة. عندنا الكحك اهو بعد ما عملنا ربع ساعة، بس عملنا ربع ساعة. الخميرة شايفين خمرت ازاي ما شاء الله، ارتفعت ازاي كده، دليل ان هي كويسة، الخميرة صالحة. نحطها بقى على الدقيق والكحك كده بالشكل ده. وهنقلب، انا مش هعجن، انا هقلب بس، هلم العجين.
كده. وعندي هنا كوبايه لبن، الكيلو دي بياخد كوبايه لبن. نحط عليها كوبايه اللبن، بسم الله، شويه شويه كده، بسم الله. عشان يطلع دايب معاكي، بسم الله. كده حطينا كمية اللبن كلها كوباية. شايفين العجينة جميلة ازاي؟ ما شاء الله، شايفين سهلة ازاي؟ كده مش محتاجة لا زبدة ولا أي حاجة. لو عملتي كده وشققت منك يبقى محتاجة زبدة، هي مش شققتش منين يعني، شايفين كده اهي. كده العجينه سليمه، كده هنغطيها بقى تخمر، هنغطي عليها تخمر كده. وهنحضر بقى نحضر العجوه. هنا عندنا زبده حطيناها على العجوه، هنحط عليها معلقه سمسم كده بالشكل ده كده، وهنسيحها على النار. هنا جهزنا العجوة اهي، عملناها بزبدة على النار، دوي عملتها دوير كده بالشكل ده كده. يلا بقى نشوف هنعمل ايه بعد كده. هنا بقى الكحك عندنا خمر اهو، شايفين ما شاء الله جميل ازاي، ما شاء الله، شايفين العجينة روعة ازاي، ما شاء الله. يلا نبدأ بقى نعمل المتشكل مع بعض. انا عندي هنا اشكال اللي هي بتاعت المعمول دي، اللي هي دي، وعندي المنقاش زي ما تحبي، ده منقاش اهو، ده بتاع المعمول. هنجرب بقى واحده كده بال كده، شايفين العجينه مظبوطه ازاي، ما شاء الله كده، نعملها كده ونجيب المنقاش بتاعنا، بسم الله. الشكل ده كده ممكن نجرب هنا اللي هو قوالب التشكيل دي بالشكل ده كده، كده نضغط عليها بالشكل ده كده، شكلها حلو جدا، يعني الشكل اللي تحبيه. المنقاش عندنا والقوالب دي عندنا، نعمل كمان مع بعض، نحشيها بقى واحدة عجوة كده بالشكل ده كده، ونقفل عليها. ممكن تحشي ملبن مع عين جمل كده اهي، برضو بمنقش بالشكل ده كده، طريقة سهلة وبسيطة. جنين يعني برضو شكل تاني، العجينة ما شاء الله مظبوطة كده كده بالشكل ده، شايفين شكله حلو ازاي في الصدر، ما شاء الله شكله روعة. خلصنا كل الكمية، نفس يعني نفس الاشكال اللي قلتلكم عليها، شايفين الجمال روعه ازاي، وريحه جميله ما شاء الله. هحطها بقى في الفرن ان شاء الله وارجع لكم تاني. ده الشكل النهائي للكحك بتاعنا، شايفين دايب ازاي ما شاء الله، شايفين بصوا مفرغ ازاي من جوه ما شاء الله، ودايب، بص شايفين دايب، روعه وريحته جميله ما شاء الله. يا رب اكون افدتكم يا رب العالمين. ما تنسوش تحطوا الفيديو لايك وتشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.